صباح الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جير لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم عندي كومبيزي. المهم اليوم أكلمكم بشكل تعالى عن هذا نسيته، مجلد الهوم كيف تسوي له حماية. أوكي، بقصد الحماية إنه حماية إعداداتك الرئيسية. كل الناس تخطي وتحذف بالغلط، مهما كان الشخص يعني يعرف ومهما كان حذر. أوكي، ممكن تخطي بيوم من الأيام. ليش نبعد؟ اليوم صارت لي، هو الشيء اللي دفعني اني اسوي هذا الدرس، تمام؟ وايضا في واحد طلب الدرس خصيصا راح اسوي له هذا الدرس، اوكي؟ ولكن الدرس فعلا مهم للجميع عن طريق الخطا. قاعد ابرمج شيل سكريبت وقلت له احذف لي جميع الاشياء الموجوده بالمجلد الفلاني، ونسيت احدد ايش اسم المجلد، وتم حذف كل شيء موجود عندي بالهوم، ولكن الهوم اللي عندي عباره عن هوم ما ينحذف، اوكي؟ لذلك اليوم راح اعلمكم كيف تسوي هوم ما ينحذف، تحتفظ بكل شيء، تقدر تحفظ اعدادات المتصفح، اقول لك شيء، كل شيء، كل شيء. خلونا نشوف كيف نقدر نشتغل. بسم الله. اوكي، اول شيء خليني اعلمكم الفكره. الفكره عباره عن شيء بسيط. الان لو فتحت لكم مجلد الهوم عندي، اوكي، راح نلاحظ الان انه مجلد الهوم عندي فيه اشياء يعني عليه سهم، اوكي، زي مثلا هذا اللي عليه سهم، هذا يعني انه اختصار، لكن هذا هو المجلد الوحيد اللي هو مجلد فعلي، ولكن كل الاشياء اللي هذه عباره عن اختصارات ما عدا هذا الشيء. ايش يعني هذا الكلام؟ هذا يعني موقعها الحقيقي، الفيديوز هذه مثلا اللي انا اسويها اليوتيوب، موقعها الحقيقي مو هو مجلد الهوم اللي عندي، اوكي، في مكان ثاني. هذا يعني لو قلت بسم الله وحذفت هذا الفيديوز، تمام، السلام عليكم فيس، وحذفت الفيديو هذا، ايش راح يصير؟ ما راح يروح شيء، الفيديوهات مجالات موجوده، واقدر اطلع لكم الحين بلمسه بسيطه سريعه جدا، في حال انه صار اي شيء اقدر ارجعهم عن طريق الامر هذا الNS home config. اوكي، بس طبعا بشرح لكم انا وش الموضوع الحين، لكن بوريكم وش الفائده. طق، اوكي، الان رجعت الفيديوهات عندي، ضغطت هنا موجوده. ايش سويت عبد المجيب؟ ما سويت شيء، والموضوع فعلا بسيط جدا، ويعتمد على نظريه الاختصار، اوكي، انك تسوي اختصار لكل شيء. فبدل ما انك تخزن مباشره على مجلد المنزل الخاص باسم المستخدم الخاص بك، تقوم وتطلع الاعدادات اللي انت خايف عليها ان تنحذف مثلا، او الاشياء اللي انت خايف تنحذف، وتطلعهم وتحطهم مكان ثاني بالجزء او بالقرص الصلب، بحيث انه مجلد المنزل يقراهم على انهم موجودين بالمنزل، ولكن فعليا موقعهم مو بالمنزل، بحيث انه لو حذفتهم او حبيت تنقلهم من مكان لمكان، كل اللي عليك او انك سويت مستخدم جديد اسمه يختلف عن المستخدم الحالي، كل اللي عليك تسوي انك تعدل الصلاحيات وتحط اختصارات. طيب، هذا ترى ما يتوقف على مجرد اللي هي المجلدات العاديه، المجلدات المخفيه ايضا. لو سويت لكم عرض راح لاحظ مثلا مجلد الفونتس عندي، مجلد الايكونز، هذه كلها مكانها الصحيح مو بهنا. لاحظ انه مكانها الصحيح هوم كونفج ايكونز، هذا مكانه الصحيح هوم كونفج فونتس، مع العلم اني انا بهوم عبد المجيب. كيف اقدر اسوي الشغلات هذه؟ اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح الطرفيه، اوكي، بسم الله، وهذه الطرفيه العزيزه. طيب، راح احطها هنا علشان يكون الكتب واضح، ونقول طبعا تحتاج صلاحيات روت لانه بننشئ مجلد خاص بالاعدادات. اوكي، اس يو عشان ادخل صلاحيات الروت، سي دي هوم، طبعا ممكن تحطه باي مكان لكن احطه بالهوم. انا خلنا نشرب شوي مخدرات، ترى شاي مو مخدرات. المهم، الاس عباره عن اختصار فقط يعرض لك الاشياء الموجوده. راح تلاحظ انه عندي ثلاث مجلدات هنا، يمكن عندك يكون عندك مجلد واحد باسم المستخدم حقك، هذا المكان خاص بتخزين الملفات، اوكي، او ملفات المستخدمين. طبعا المستخدمين ما يقدرون يتنقلون من مكان لمكان، انا لاني روت الحين اقدر انتقل، ولكن كمستخدم عادي ما اقدر ادخل على صلاحيات المستخدم هذاك، لازم يكون عندي صلاحيات، ولكن انا معطي نفسي صلاحيات معينه. لو سويت الاس ال راح الاحظ انه المالك الفعلي للمجلد هذا عبد المجيب، ولكن برقم واحد هو انا، اوكي، لاحظ اسمي اسمي اسمي، فاسمي موجود في كل مكان، يعني انا المالك لا المنطقة هذه. ولكن خلونا نشوف كيف نقدر نسوي مجلد يحفظ لإعداداتي بعيدا عن المجلد الهوم الحقيقي اللي عندي. أوكي، أوكي، بسم الله، نقوم نسوي مجلد جديد. عندنا نكتب MK داير، أوكي، اللي هي Make Directory، تمام. أنا بس حاب أتأكد إنه الخط واضح. يا حازدين الناس، أوكي، نقول بسم الله، نحط خط 17 والله كبير مرة بس ما يخالف. طيب، ثم نكتب MK داير، MK داير عشان نسوي ميك دايركتوري. ثم طبعا انا مجلد الهوم موجود، ثم راح اسوي مثلا مثلا اعدادات مزاجي، اوكي، انتر الاس، راح سوينا الاس ال، راح نلاحظ انه مجلد الاعدادات اللي اسمه اعدادات المالك له الفعلي هو الروت مو بانا، هذا يعني انا ما عندي صلاحيات ادخل عليه كمستخدم عادي، ولازم يكون عندك صلاحيات عشان تستفيد من هذا المجلد. إذا ما كان عندك صلاحيات ما تقدر تدخل عليه ولا تقدر تحفظ عليه ولا تقدر تسوي شيء، تمام، إلا بسودو، والسودو عبارة عن روت. طيب، كيف أقدر أخذه؟ تكتب
تشينج اونر، تشينج اون بالطريقه هذه تكتب اسم المستخدم الخاص بك واسم المجموعه. اوكي، اذا حاب تضيف اسم مجموعه اضف مجموعه، اذا ما حاب تضيف مجموعه ممكن تتركه فاضي، ولكن راح اضيف مجموعه عبد المجيب برضو بحيث انه يكون عبد المجيب عبد المجيب، مجموعه اي واحد ضمن مجموعه عبد المجيب اقدر ادخل هنا. طيب، ثم راح اسوي اعدادات بالطريقه هذه ناقص ار كابيتال بحيث انه لو في شيء موجود داخل المجلد راح يرجع لي. انتر الاس ال، راح لاحظ الحين انه تغير هذا المجلد واصبح مالكه هو عبد المجيب والمجموعه هي عبد المجيب. تمام، بالنسبه للصلاحيات هذه افتراضيا انه ماشي الحال، ولكن لنفترض انك حاب تمنع اي شخص يدخل غيرك انت، تمام، كمالك وغيرك انت مجموعتك، اكتب change mode، خلنا اكبر لكم هذا شوي، change mode 7 7 0، انت ومجموعتك تقدرون تدخلون تقدرون تنفذون كل شيء ما عدا المستخدمين الثانيين. اوكي، change mode اعدادات برضو ناقص r في النهاية، انتر. الان لو ضغطنا على هنا راح نلاحظ انه الاعدادات تغيرت في المنطقة هذه صارت تقريبا شبيه منطقة الكونفيج اللي هنا سويتها، اوكي، بحيث انه فقط انا المالك والمجموعة ندخل، غير كذا السلام عليكم. اوكي، انا سويت 7 7 0، في شيء ناقص هنا، هذا هو، هذا هو. طيب 7 7 0، طبعا هذا يختلف لان هذا 7 0 0، ما في اشكالية، تمام، خلوا 7 7 0 اذا حاب ادخل مجموعة، اذا حاب انت فقط المالك حطوا 7 0 0. طيب بعدين بسيطة يا استاذي، نقول بسم الله انا الان راح ادخل على راح اطلع من هنا اكزيت بحيث انه انا اكون مستخدم عادي اللي هو مستخدم عبد المجيب. ايش هي المجلدات اللي حاب احتفظ بها بعيدا عن ملمس الايادي؟ اوكي، اسلامي الايادي، انا ما ادري ايش معناها هذه، اشوفها عند الفيديوهات المصريه. طيب راح امسح مثلا مجلد دوكيومنتس ار ام، راح اظن لهم لون خاص، راح امسح دوكيومنتس، تمام، ليش امسحهم؟ قبل ما امسحهم خلنا انقلهم هناك للحفظ وبعدين نمسحهم، هم عباره عن اختصارات على اي حال. اوكي، راح نسوي سي بي للنسخ ناقص ار دوكيومنتس، بالمناسبة تقدر تنسخ بيدك نسخ لصق عادي، يعني تقدر تفتح طبعا اكيد بنسخ بيدك تنسخ برجلك يعني، لكن تقدر تروح هنا وتضغط عليه بالزر اليمين كوبي وبعدين تطلع للهوم هنا، راح تلاحظ مجلد الاعدادات تقدر تدخل له وتسوي له هنا بيست. اوكي، فراح يجي الحين الدوكيومنتس هنا موجود. طيب امسح، حط كل الملفات اللي انت خايف انها تنحذف حطها هنا، من ضمنها ملفات الاعدادات، فلو سوينا ملفات اظهار ملفات المخفيه، انا ما اقدر اغطي لكم كل الملفات المخفيه، ولكن بتكلم عن الاشياء اللي تهمنا وعند اغلب المستخدمين مهمه. الخطوط ما حاب انها تنحذف اطلاقا، الايقونات لاني اتعب اجمع ايقونات والى اخره، تمام، في عندي مجلد الموزيلا اللي يحتوي على الفايرفوكس واعدادات الفايرفوكس والباسوردات والدنيا كلها. عندنا بعد مثلا مجلد الثندر بيرد، ما ادري وين هو، هذا الثيمز، تمام، والثندر بيرد، وعندي مجلد الفيرتشوال بوكس بحيث انه الاجهزه الوهميه اللي عندي ما بتختفي اطلاقا. هذا بالنسبه لي المجلدات المخفيه. طيب بالنسبه للمجلدات الغير مخفيه، حاب اني احمي المستندات عندي، طبعا هذا مكانه مختلف ولكن مو مشكله، التحميل، مجلد التحميل يكون مستقل، مجلد الصور، مجلد الفيديوز، وايضا مجلد الفيرتشوال بوكس، الاعدادات حقت الفيرتشوال بوكس، طبعا هذا يختلف عن ذاك. اذا حاب انك تسوي الشغله هذه، اول شيء انسخ المجلدات. اوكي، لنفترض اننا عندنا مجلد زي موزيلا، هذا لا، موزيلا ما راح ناخذه، خلنا ناخذ زي مثلا ميرو. اوكي، نسخ، نروح لما المنطقه هذه، اوكي، لم اعدادات، واسوي لصق، طبعا راح يلصق هنا الان بشكل مخفي. الان ايش راح اسوي؟ راح افتح الطرفيه باعداداتي انا، صلاحياتي انا عبد المجيب، واسوي ال ان. اوكي، اول شيء خلنا نمسح ار ام ار اف دوت ميرو، طبعا ترى ميرو الان يفترض انه يعني زي ما اقول لك ما راح، ماشي، لانه انا نسخته يعني ما راح ينحذف اطلاقا لان عندي نسخه. اسوي ال ان اس، اوكي، ثم هوم اعدادات، اوكي، دوت ميرو، بعدين احط العلامه هذه، علامه اللي هو مجلد المستخدم الحالي، انتر. الان انا صار عندي اختصار للميرو، ماشي، ولكن الميرو مخزن بمنطقه ثانيه، بحيث انه راح اضرب لكم مثال سهل جدا. لاحظوا الحين لو فتحت مثلا 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 ايش، اوكي، اعطيكم مثال جميل جدا، الايقونات، ماشي، انا ما ادري الايقونات اذا حذفته هل بيصير فيه يعني تاثير كبير او تاثير واضح، ولكن خلونا نشوف rm rf.conf config. اوكي، اوه وقت امسح config icons، اوكي، تم مسح الايقونات. انا ما ادري لو فتحت هذا من جديد هل اوكي، لاحظ الايقونات اختفت، لكن ايقوناتي انا تم نقله على مجلد ثاني اسمه config. اوكي، لما اجي الحين واسوي ال ان اس هوم config، تمام، واجيب الايقونات ايكونز يا حبيب ايكونز، ثم احط هذه العلامه واضغط انتر، راح الاحظ انه لو سكرت هذا او فتحته من جديد او سويت اي شيء راح يطلع لي الايقونات من جديد.
هذه الطريقه اللي عليك تسوي انك تنقل كل شيء وتسوي اختصار واحد ورا الثاني. ممكن تنقل المستندات، ممكن تنقل الداونلودز، ممكن تنقل اي شيء. انا الان مستعد احذف اي شيء من هنا بدون خوف. ها دب وامسح هذا الفيديوز بعد دب وامسح هذا بعد اوكي. لكن هل هي انحذفت؟ لا ما انحذفت. ليش؟ لاني انا خزنتها بالمنطقه هذه اللي هي موجوده، مو بعدادات، انا خزنتها بالكونفيج. تمام، راح تلاحظ انه في اشياء كثيره هنا موجوده. اتمنى انه ما في شيء خاص. خلق راح عشان اتاكد ما تطلع لكم فيديو باك اب سي اس اس كيدي لايف درايد اليسس ما ادري وش اليسس. عموما فانا بالمنطقه هذه عندي منطقه الاعدادات ماشي. فانا من هنا اقدر اجيب اي مجلد انحذف وارجعه بطريقه سهله اللي هي اسوي ال ان اس. طبعا انت ممكن تسم من الاعدادات، انا احنا سوينا مجلد اسمه اعدادات، ولكن انا بجيبه من الكونفج. انا مسميه كونفج، انت سمي له تبي هوم كونفج. تمام، راح اجيب المجلد ايكونز. لا ايكونز ما حذفته، انا حذفت داونلودز بسم الله، وحذفت بيكتشرز، وحذفت فيديوز تمام، وحذفت فيرتشوال بوكس برضو تمام. ما ادري اذا اتذكرت شيء ثاني بجيبه اوكي. بعدين نفتح الحين الثونر مره ثانيه نشوف اوكي. لاحظ انه الاعدادات رجعت سليمه. طبعا في شيء فاقد انا اللي هو الدوكيومنت. طبعا الدوكيومنت عندي انا مخزنه مكان ثاني لاني استخدم الاون كلاود، فراح اجيبه من هنا هوم عبد المجيب اون كلاود دوكيومنت تدب. خلاص الحين كل شيء رجع. لاحظ انه مجلد الهوم عندي اصبح ورقه ما يعني استخدمه واحط اعدادات. انا مو بخايف انه تنحذف بالطريقه هذه. انا لو احذف اي شيء من مجلد الهوم ما بيروح شيء، ولو حذفت شيء بيكون كل شيء موجود عندي. ولو صار عندي اي مشكله باعدادات الواجهه او 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 الى اخره، احذف كل المجلدات المخفيه ولا اخاف، لانه عندي نسخه من المجلدات اللي تهمني مكان ثاني واقدر اوصلها عن طريق الاختصارات. الاختصارات قويه جدا، تفيدك بحفظ الاعدادات، حفظ الملفات، حفظ كل شيء. وميزه انه الاختصار يكون موجود بمنطقه ثانيه مخزن، وانت تشتغل على منطقه وهميه او مجرد اختصار لمكان ثاني. هذا ما يعني انه اي شيء يتاثر بالاختصار داخل الاختصار اوكي. يعني لما ادخل هنا جوا الاختصار افتح هذا، لو دخلت على مثلا على مجلد الفيرتشوال بوكس تمام من هنا تمام، وحذفت شيء داخل الفيرتشوال بوكس ترى راح ينحذف. لكن لو حذفت المجلد هذا ما بيصير شيء، لان هذا هو الاختصار. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. اتمنى ان الدرس افادكم وكان واضح. في امان الله.